انا ناديه الفاطمي رئيسه التعاونيه الغابويه غني مين. كنشتغل على زيت ارغان، على انتاج زيت ارغان وعلى تربيه النحل وانتاج العسل. كنتواجدوا في منطقه اللي هي منطقه قرويه، الدوار سميتو دوار سي غني من ايت عباس، الجماعه القرويه اللي الدراري كاع عملت اكادير داوتانات. كنا تاسسنا في اواخر 2006 ب 22 امراه، الان حنا 68 امراه اللي كيشتغلوا في زيت اركان وفي العسل. خدينا النحل، كنا جبناه ديك الساعه تلاقينا مع الفتره ديال الزعتره، يعني فاش مشينا حطيناه في ايده وبوزيه. فاش جينا حنا ما عرفناش ديك المساله ديال انه ملي كتمشي للزعتره النحل، المقبره ديال النحل، يعني النحل كيرجع منها ضعيف بزاف ويموت كثير. وهادي مات لينا من ديك 70، بقات لينا 12 صندوق. كان ديك الساعه ضروره ملحه للتكوين، باش يكون واحد التكوين كيفاش تشتغل على الصندوق وكيفاش الفتره ديال التنقل، كيفاش تنقلو باش ما يموت لكش في الطريق، لان كتكون الفتره ديال الصهد وديال المهم مسائل كثيره. عاد ولا التكوين وعاد ولينا بدينا في لي فورماسيون، وكنمشيو عند الناس اللي ديجا عندهم خدامين في الصندوق، حتى هما كناخذوا عندهم معلومات. وخصصنا واحد ليكيب صغيره مع واحد التقني هو اللي واكب داك المشروع، وفعلا رجعنا عاوتاني من 12 صندوق رجعنا ل 50 صندوق.